تعانيش ولا توتر لما يخلص درس ما تعانيش يا قلت لك مره واثنين وثلاثه عليك المدرب لسه في واحده كمان الله اكبر نبدا عليه دور الشغل اثناء الجواب بس ماشي ماشي يا مولانا لا حلو كده بس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها رحمة حلوة برضه انت اللي عملتها في روحك كده الحلاوة دي والناس دي قاعدة يبقى بدنا ربنا يعزك يتقبل الله منك ان شاء الله الله يفتح عليك عشان عندنا واجب انت اللي عملتها في روحك احنا مش لنا دعوة الله يفتح عليك الله يفتح عليك ايوه يا عم هي اللي بيقول الساعه 10 يا مولانا بص لي هروح اسكر اروح في الشارع ايه ده انت كده في الساعه يلا والله لا نسمح نبت عليك شويه كده شويه حاضر هنقولها فاذا الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أو طحاها لا
هل انت مش عايز تسمع الحته دي عليك يا مولانا؟ مش على فكره هو على الشاشه ولله الحمد ولله الحمد لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم بقول لك ايه مش خالص بالله عليك لذيذ كلك محضر خير يا اخي عاش وعارف يعني لا لا الله يبارك لك الله يبارك لك يا استاذ علي فاتح هذا الشد ايه في القلم بالقلم علم علم الانسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ لو الناس دي عايز فتحة وخلاص اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأبسط الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم. شاكرا لقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وملك المقامات فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرم قارئ الاذاعه المصريه وابن مدينه الغربيه والمقيم بمحافظه القاهره تكريما للفضيله الراحله عليها من الله فيوضات الرحمه وسعه المغفره. مشاركين العزاء لأسرتها جميعا.